هذه هي الحالة التي تعيش عليها أغلب مناطق كريش الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، فلا تهدأ المعارك إلا وتعود مجددا، إذ تتعرض لقصف من الميليشيا كما تبرز آثار الدمار فيها بفعل المعارك الدائرة. نحن موجودين هنا في جبهة الميسرة ثم الحدب منطقة كريش، ندافع عن ما نحن فيه، ندافع من أجل هذا الوطن الحبيب الغالي الذي ضحينا كثيرا من الشهداء الأبطال، ولا زلنا ندافع حتى نطهر هذه الفئة. منذ أشهر تحاول ميليشيا الحوثي والمخلوع اختراق المنطقة من عدة محاور، لكنها تفشل بعد أن دحرتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في أكثر من موقع. دفعت المعارك الدائرة على أكثر من اتجاه معظم المواطنين إلى مغادرة مساكنهم، ولم يتبقى سوى من أجبرتهم الظروف على البقاء، ومن فروا من هنا توزعوا إلى مناطق متقاربة تبدو بالنسبة لهم أكثر أمانا كمديرية القبيطة ومديرية العند القريبتين، هربا من قصف الميليشيا الذي بات يستهدف كل شيء في المنطقة. ولم تكتف الميليشيا باستهداف المساكن، بل زرعت ألغاما في المساحات التي كانت تسيطر عليها، وهو ما يعرض حياة المدنيين هنا للخطر، خصوصا في الطرقات والأودية. في كريش البلدة التي تتوسط أهم المنافذ بالنسبة للمحافظات الجنوبية، استطاعت المقاومة والجيش الوطني كسر شوكة الميليشيا هنا، وباتت تشكل حاجزا منيعا لصدها من العودة إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، التي تدفع الميليشيا بكل ثقلها من وقت لآخر لتحقيق ذلك، فتخسر الكثير من العتاد البشري والعسكري.